خلينا نراجع كل شيء من جديد، لأنه ما بدي أي خطأ بنوب. اطمني يا سلطانة، نحن حاسبين حساب كل الأمور. مظبوط، وكله تمام. بس يا ريت السلطانة عتيقة ما كان عندها علم، لأنه في حال حكيت شيء ما رح تحكي. متأكدة يا سلطانة؟ برأيي ننتظر لنتأكد. متأكدة، لأنه رح تفضل حبس أخوها السلطان على أنه أخواتها الأمراء ينقتلوا. رح تكون ليلة قاسية يا سلطانة، بس بإذن الله رح ننجح. أول شيء جعفر آغا والإنكشاريين اللي معه رح يدخلوا من جهة الحرملك على الغرفة الخاصة، وبهذا الوقت رح يكون مولانا نايم. ويوسف باشا العقرب الفارسي وين رح يكون؟ يوسف رح يكون بقصر حديقة فيردون، بهذا اليوم بيروح على قصره. وهيك ما بيضل غير الحراس على باب الغرفة الخاصة. جعفر رح يعمل اللازم ويعتقل السلطان مراد فورا. طبعا السلطان رح يقاوم. استسلم. رح ياخدوه على سجن السلطان مصطفى قبل ما ننقله على سجن الشمشير. وأنا بهي الأثناء رح أكون بالسفينة ناطر إشارتكم. بس تطلع الألعاب النارية رح أعرف إنه الموضوع تم. وقت رح أتحرك مع رجالي فورا لحتى نمنع أي تمرد ممكن يصير. سلطانة، مولانا السلطان صار تحت بالسجن بجناح عمه السلطان مصطفى، وأنا أمرت بإطلاق الإشارة. كتير عال، هلأ صار لازم نطالع أمرائي قاسم وإبراهيم من سجن الشمشير. سلطان مراد، شو اللي صار لحتى تزورني؟ ليكونوا رموك بالسجن معي. أمي، السلطانة قسم عملت فيني مثل ما عملت فيك ورمتني هون بالسجن. أمي بدها تستولي على عرشي. وشكلها وقعت بالفخ اللي حفرت لك يا.
كيف عرفت؟ لأنه مو مبين عليك مثلي سلطان غدروا فيه ونزلوا عن عرشه غصب عنه، يعني هذا شي واضح. خود احتياطاتك يا مولاي، لأني دريت إنه السلطان قسم ورجال اليوم بالليل متفقين على خطة لعزلك. روحوا وباشروا بتنفيذ الخطة. سلطانة، مولانا السلطان صار تحت السجن. هل أنا مجنون؟ والله أنت طلعت مجنون أكتر مني. ما حدا بيقدر عليك بنوب ولا حتى السلطانة قسم. يعني عليك شغل حلو بس، وهلا يعني شو ناوي تعمل؟ ما بعرف، بتمنى أفقد عقلي مثلك وانسى كل شي وما أتذكر شي من الماضي. أنا فاقد عقلي مزبوط، بس ما فقدت ذاكرتي، وقبة هالقصر بتشهد علي. كل شي مرق على راسي بمخي محفوظ هون. مثلاً هدول الكاستانات، الجلادين لما اجوا لعندي على السجن انا عطيتهم كم حبة. كنت ولد صغير، قلت لحالي بركي بضحك عليهم بكم حبة كاستانة وما بيقتلوني. بس أحمد الحيني أخي منعهم يقتلوني وأنا كنت مبسوط وطائر من الفرحة. أخي أحمد البطل، أصدر فرمان إعدامي، هو كتبه بإيده. أي سلطان بالأصل هو جلاد ولا يرتاح على العرش وما حدا ينافسه عليه، بيقتل إخواته بكل دم بارد. وهذا اللي رح تعمله أنت كمان.
حسين؟ انت شو عم تساوي هون؟ انت متآمر معه ما هيك؟ شو هذا اللي عم تحكيه؟ خطة السلطانة قسم انكشفت، السلطان مراد داري فيها، الخطة فشلت وأنا جاي لأنصحك ما ترجع، بعد عن العين لأن السلطان ما رح يرحمك. ما رح أقدر أترك السلطانة قسم. سامحني يا باشا، ما بدي أخسرك. شو صاير هون؟ مولانا عم يحمي عرشه. انت فشلتي يا سلطانة، خيانتك لا يمكن تغتفر هي المرة. قاسم، إبراهيم، شو يا قاسم؟ شفت خيالاته ونطلع؟ خلينا نتخبى بسرعة. شو في يا إبراهيم؟ اطلع بسرعة، خلينا نتخبى. ليكن هنيك، أنا هلأ شفتهم، خلينا نتخبى. ما خلصنا من الخيال والأوهام تبعك؟ مو معقول ما بتمل من هالموضوع؟ قاسم والله أنا شفتهم هالمرة. إجوا عن جد صدقني، ما في حدا هون، لا جلادين ولا خيالهم، صدقني ما في حدا. قاسم، خلص لا تخاف، اهدى. شفتهم معيني، اطلع اطلع قبل ما يجوا لعندك. يا إبراهيم حتى لو فرضنا إنه في جلادين وشفت خيالهم، لوين بدنا نهرب؟ قاسم اطلع، كرمالي اطلع. لا تخاف يا إبراهيم، ما رح يصير شيء. قاسم، اهدى كرمالي، اهدى. قاسم صدقني بس هالمرة بوس ايدك. اهدى يا إبراهيم، صدقني بس هالمرة، والله انا شفت بعيوني عمل لك الجلادين. ما تعسف يا إبراهيم، ان شاء الله صدقني واطلع. بدي اطلع لوين؟ خلينا نروح يا اخي. مالك؟ اهدى يا اخي، كرمالي اطلع من الغرفة. عم اقول لك ما في حدا اجى لعندك. قاسم صدقني يا قاسم، والله ما عم نروح. اهدى وحيدنا، اطلع بسرعة، خلينا نتخبى. رح يقتلونا يا اخي، رح يقتلونا. لك اخي بعدهم يا عيني. لا تخاف يا ابراهيم، لا تخاف يا قاسم. خلص ابراهيم، فوت لجوا، الظاهر انك برد وما عم تعرف. فوت لجوا وخلصنا. Yeah.
سيارات السلطانة. افتحوا لي هالباب. ممنوع يا سلطانة. بعده من خلتي انت وياه. لا تخاف أمي، تطلع فيني، لا تخاف. طالما أنا عايشة ما حدا رح ينساك، عم تفهم؟ لا تخاف. جايين يقتلوني. تعال يا أمي، جايين يقتلوني. تعال يا أمي، تعال. دخيلك يا. تعال معي، تعال يا روح.
Thank you.